السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي في الله، أهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وما ناقصكم خير بإذن الله. رجاء أخوتي، إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة، اشتركوا وفعلوا الجرس وشجعوني ودعموني باللايكات ديالكم والتعاليق الجميلة بحالكم، وبارتاجيو الفيديو باش يوصل لأكبر عدد ديال الناس باش يتفرجوا فيه حتى هما. قصتنا اليوم غادي تكون من ألمانيا، وغادي نتكلموا على قصة حياة كارل غروسمان، السفاح الجزار. كارل غروسمان هو سفاح ألماني مشهور أنه من أفضع السفاحين اللي عرفهم العالم، وخاصة ألمانيا. هاد الشخص اللي كان كيخدم جزار، ومع الوقت مارس هاد المهنة على النساء، وكان كيبيع لحم العيالات في الكروسة ديالو بلا ما حتى واحد يعيق به، وفي الأخير تحكم بالإعدام، ونهايته كانت صادمة ومأساوية ومفاجئة في نفس الوقت. كارل غروسمان تولد عام 1863 في مدينة نويروبين الألمانية. ما كيعرف حتى حاجة على والديه، لأنه كبر في واحد من دار الأيتام، وهذا اللي كيفسر التربية ديالو اللي ما كانتش سوية. تنقل في حياته بين عدد كبير من البلدان، وكون عدد كبير ديال الصداقات، ولكن ما عمره ما تزوج حيت ما بغاش يكونوا عنده الولاد. ولكن من جهة تانية كان كيدوز الليل كامل مع النساء اللي كيمتهنوا الدعارة. شارك في الحرب العالمية الأولى، ومنين وقعت هاد الحرب ألمانيا عانت بزاف من غلاء في الأسعار، وحتى لحم الغنم كان غالي بزاف، وماشي كل شيء قدر يشريه. وبما أن كارل كان جزار وحتى هو عانى من هاد الأزمة ديال ارتفاع الأسعار، بدا كيفكر في حل وكيفاش يحصل على اللحم اللي هو رخيص باش يبيعو. ومنين سالت الحرب، كارل غروسمان لقى اخيرا هذا النوع من اللحم اللي كان كيقلب عليه، هذا اللحم الرخيص واللي لقاه في جسد الفتيات اللي كيشتغلوا مهن الليل، او اللي كيشتغلوا مهن غير اخلاقيه. وبما انه عاشرهم وعاش معاهم فتره طويله، فهذه كانت فرصة ذهبية بالنسبة له، خصوصا وأنه مع الحرب تزاد عدد النساء اللي كيشتغلوا في الدعارة آنذاك، وهو يستغل هذا الأمر. كارل كان كيستدرج هاد الفتيات للمنزل ديالو، وكيمارس معاهم الفاحشة وتيسكرهم مزيان حتى تيفقدوا الوعي ديالهم، ويعذبهم ويذبحهم بحال الخرفان، ويسلخ اللحم ديالهم، ومن بعد كيتخلص من العظام او اي دليل على الجريمة، ومن ثم كيهز داك اللحم ويديره في الكروسة ديالو ويبيعه للناس على انه لحم ديال الخنزير. كارل ما كانش الهدف ديالو من ذبح هاد الفتيات هو السرقة، حيت فين ما كان كيقتل شي وحدة كيشد داك الشي اللي كاين عندها من فلوس او لا ذهب او لا حلي، وكيرسل داك الشي كامل للاهل ديالها، وكيكتب لهم واحد الرسالة كيقول لهم فيها انا لست بلص انا جزار. كارل جرب شحال من مرة انه ياكل اللحم ديال الضحايا ديالو، ولكن المذاق ديالو ما كانش كيعجبو، وتخلى على الفكرة وبقى كيبيعو للناس على انه اللحم ديال الخنزير، ومشى بعيد ايضا كيشد هاد اللحم وكيطحنو حتى كيولي كفتة، ويدير به السوسيس ويبيعو ساندويتشات في المحطة ديال القطار اللي قريبة من دارو. كارل كان مريض مرض نفساني خلاه ما يكونش في قلبه لا رحمة لا شفقة، لأنه عاش واحد الطفولة صعيبة في دار الأيتام. هاد الطفولة اللي حولاته الوحش آدمي، ما عندوش حس الإحساس. الشرطة من جهة كانت كتبحث على المجرم السفاح قاتل النساء اللي كيمتهنوا الدعارة، وهو من جهته ما كانش خايف نهائيا، وكيجيب البنات لدارو ويصفيها ليهم ويخرج بكريستو ويبيع لحمهم، وما خايفش نهائيا من الشرطة يعيقوا به ولا يعتقلوه. هاد الشرطة اللي كانوا كيبحثوا في أرجاء المدينة كاملها على السفاح، هو السفاح كان غير حداهم وما مسوق لهم كاع. داز وقت طويل على هاد القضية، وكارل مازال مستمر في الجرائم ديالو، حتى لواحد النهار كارل استدرج وحدة ودخلها لدارو
ويالله بغى يذبحها وهي تغوت بالجهد وسمعها جارو اللي كاري ليه وبلغ الشرطة مباشرة. وفعلا الشرطة حضرت بسرعة واقتحمات المنزل وشدوه متلبس معلق الضحية وجالس كيسلخ فيها. الشرطة كذلك لقات بقايا ديال ثلاثة ديال الجثث ديال النساء أخريات في المنزل ديالو، ومن اعتقلوه كان عادي جدا وما بين حتى ندم أو لا خوف، بل مني كان في المحكمة قال للقاضي واحد الجملة خطيرة جدا، قال ليه إلا مشيتي حتى طلقتيني أو لا طلقتي صراحي راه غادي نذبحك حتى نتايا. وأثناء أطوار المحاكمة ديال كارل ما كانش كيطلب لا رأفة ولا شفقة من القاضي باش ما يحكمش عليه زعما بالإعدام. السيد ما كانش مسوق كاع، السيد قال لهم أنا الروح ديالي غادا تخرج وغادي تمشي لشوارع برلين باش تكمل في الجرائم ديالو. واحد القصة غريبة وقعت هو أنه أخ واحد الضحية اللي قتلها كارل جال عنده ووراه تصوير تختو وقال ليه واش كتعرفها. كارل بدا كيضحك مزيان وقال ليه اختك راها كاينه في داري في واحد الكيس ديال اللحم. تحكم على كارل بالاعدام، ونهار واحد قبل تنفيذ الحكم لقاوه منتحر في الزنزانه ديالو وشانق راسو وقاطع سبعان يديه وكاتب في الحيط بالدم ديالو، وقال لهم انا شخص طيب بداخله روح شريره ستخرج بعد وفاتي وتكمل مسيرتي المجنونه. واش كتخيلوا هاد الانسان؟ هذا انسان خطير وما مسوقش اخوتي. وبالتالي أزدل الستار على قضية الألماني كارل غروسمان السفاح الجزار، أي السفاح الجزار اللي كان كيطحن لحم النساء ويبيع سوسيس حدا المحطة ديال القطار. وشحال من واحد ديك الساعة كان كياكل داك الساندويتش ديال كارل اللي فيه السوسيس وما عارفش راسو كاع بأنه كياكل لحم بشري. أخوتي سالات القصة ديالتنا هنا، إلى عجباتكم ديروا لايك وبرتاجيو الفيديو وتابوناو إلى كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة. كتبوا لي تعاليق بزاف تكون زوينة بحالكم، وقولوا لي واش بغيتوني غدا نعود لكم واحد القصة شيقة بزاف، قصة بوليسية خطيرة جدا. خليوا لي التعاليق ديالكم بكثرة. خليتكم على خير، مع السلامة.